أهلا بيكو في الفيديو الخامس من المحاضرة اللي بتدور حوالين المحاضرات كأسلوب لتوصيل المعلومات أو أسلوب من أساليب التدريس. في المحاضرات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن المفروض تعمل ايه قبل المحاضرة وتستعدلها ازاي وتجهز المادة العلمية بتاعتك ازاي، وبعدين شفنا ازاي انت المفروض تجهز نفسك للمحاضرة قبل ما المحاضرة تبتدي، وبعدين اتكلمنا في الفيديو اللي فات على طول على تبتدي محاضرتك ازاي، وكلمنا على الايس بريكنج والحاجات دي. المرة دي ان شاء الله كلامنا هيبقى على ايه اللي تعمله او ايه النصايح اللي المفروض تاخد بالك منها في اثناء المحاضرة اللي انت شغال فيها. في المحاضرة عايزين الاول نلعب مع بعض انا وانتو، مش انت والاودينس بتوعك، عايز العب معاكم لعبه بسيطه، عايزين نشوفها دلوقتي مع بعض علشان هي مهمه جدا عشان نوصل بيها معلومه. لو انت عايش في مصر، انا دلوقتي هحاول استخدم ايدي باني اخبط على المكتب، وانا اللي هخبطه ده عباره عن النغمة بتاعت أغنية. خلاص، تاني أنا هخبط النغمة بتاعت أغنية، والمفروض إن أنت تحاول تعرف الأغنية دي. أحيانا هعمل ثلاث أغاني، خلاص، وفي الفري إن أنت تقف وترجع وتسمعها تاني وكده. المهم إن أنت حاول تستنتج من اللي سمعته إيه الأغنية اللي أنا شغلتها لك أو اللي أنا حاولت ألعبها بصوابعي. يعني انا ايه انت كده سامع، هبتدي دلوقتي معاكم باول اغنية، اسمع وفكر هي ايه. يا ترى قدرت تسمعها؟ طيب انا هستخدم حاجه ناشفه شويه دلوقتي اخبط بيها عشان لو الصوت ما كانش في الاغنيه الاولانيه واضح، اللي في الاغنيه الثانيه يبقى واضح. حاول تفكر هي ايه الاغنيه اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي من خلال بس ايه الصوت اللي انت سامعه، التنقير اللي انت سامعه ده. اسمع الاغنيه الثانيه. تاني تقدر ترجع الفيديو وتحاول تسمع وتغير لغايه ما تستنتجها. ما تتعبش نفسك قوي، جرب مرتين ثلاثه، واذا عرفتها عرفتها، ما عرفتهاش نخش على الاغنيه الثالثه. يبقى انا دلوقتي عملت لك ثلاث اغاني، اوكي؟ الثلاث اغاني المفروض في اللعبه اللي احنا بنلعبها دلوقتي اللي اسمها تابرز اند ليسنرز، اللي انا عملته هو التابنج، قعدت خبطت على المكتب سواء بايدي او بالقلم اللي في ايدي ده، بحيث ان انا وصلت لك المفروض النغمه. الحاصل ان نسبه حوالي 2% بس من الناس بتعرف ايه الاغاني. فانت within 98% من الناس. الثلاث اغاني لو رجعتهم، الاغنيه الاولانيه عشان كده قلت لك لو ساكن في مصر، الاغنيه الاولانيه هابي بيرث داي تو يو، الاغنيه الثانيه يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي، والاغنيه الثالثه اغنيه تسلم الايادي. الثلاث اغاني دول انت انا متاكد ان انت سمعتهم قبل كده. وسمعتهم قبل كده اكتر من مره. لكن انا بقول لك ان 98% probability انت ما عرفتهمش ولا عرفت ولا واحده فيهم، اوكي؟ هنا طيب ايه اللعبه دي؟ احنا ضيعنا وقتنا دلوقتي في ايه؟ اللي احنا ضيعنا فيه وقتنا دلوقتي ببساطه شديده هو ان انا وانا بشغل
وانا بدقدق انا كان اللحن شغال في دماغي. اللحن ده بالنسبه لنا، بالنسبه لشغلنا في الليكتشرنج، هو المعلومه اللي عندك خلفيتها متصله بايه. اللي قاعد يسمع لك في المحاضره مش عارف اللحن ده، مش سامعه. انت لو رجعت الفيديو دلوقتي وابتديت تسمع الطقطقه اللي كنت بتطقها تاني وانت عارف ايه الاغاني، هتلاقي ان هي ماشيه كويس. مش هقول لك ممتاز، ممكن يكون فيها شويه نشاز زي محاضره، لكن بشكل عام هو ده اللحن فعلا اللي بيمشي مع الاغنيه دي تقريبا. يبقى المعلومات اللي انت بتوصلها للناس ممكن بسبب ان انت عارف انت بتتكلم عن ايه وعندك خبره في اللي انت بتتكلم عليه. انت متوقع الناس اللي قدامك عارفين اللي انت عارفه وفاهمين اللي انت فاهمه، فتقوم وانت بتتكلم تنقر، تبقى تعمل عمليه التابنج اللي بنقول عليها دي. لا، خلي بالك ان هم مش سامعين اللي انت سامعه، هم مش ماشيين معاك في اللحن، هم محتاجين ان انت توصل لهم ما بين نقطه وما بين الثانيه. عشان كده بنتكلم دايما على introduce the topic وبعدين revise the topic وmake sure ان topic clear. الكلام ده كله عبارة عن ايه؟ التوصيل اللي ما بين النقط. اوكي؟ انت اللي مسؤول عن ان انت توصل ما بين النقط، وانت اللي مسؤول عن اللي قدامك النقط توصل له. الفيديو ده او الجزء ده اللي احنا بنتكلم فيه هو اهم حاجة في كل الكوميونيكيشن سكيلز. تاني، اللي انا بقوله دلوقتي ده هو اهم حاجة في الكوميونيكيشن سكيلز، سواء ان انت بتقدم محاضرة او بتقدم برزنتيشن في شركة او في جامعة او رايح تقدم عرض شراء او عرض بيع او اي كوميونيكيشن سكيلز لازم تكون مبنية على الفكرة دي، تكون واضحة في دماغك. انت قاعد بتغني اغنية، انت سامع اللحن بتاعها، محدش غيرك سامع اللحن. اذا ما كنتش توصل لهم ما بين النقط اللي هم بيسمعوها، يبقى المحاضرة بتاعتك مش هتنجح ومش هتعرف توصل لهم اللي انت عايز توصله باي حال من الاحوال. عشان كده انا هحط الفيديو ده لوحده، ونرجع الفيديو الجاي يبقى احنا كلام بنبتدي نتكلم تعمل ايه في المحاضره. اول فيديو ده التابرز اند ليسنرز، ده اهم حاجه. هنتكلم في المحاضرات الجايه بقى عن بعض النصائح اللي تساعدك على ان انت تتواصل احسن وتقدم احسن وتحافظ على الليسنرز بتوعك متواصلين معاك اكتر. ارجو ان انتوا تيجوا معايا الفيديو الجاي وتفرجوا عليه، وما تخافش مفيش تنقير تاني، مفيش تخبيط تاني، مفيش دوشه تاني.